السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا عصير ديال جوج فواكه اللي هما مفيدين في هذه الايام، ويعني ضروري حنا نتناولوهم في هذه الايام وفي هذه يعني موسميه، الكيوي والتفاح، واكيد انا كندخل معهم الموز. اللي محبين الموز، اللي ما بغاش ما يدخلش الموز يدير بلاصتو يعني عصير ديال جوج معالق ديال الليمون اللي هو الحامض. سهل هذا العصير مع انه مفيد جدا، بحال العصير اللي فات انا كنحاول نجيب لكم فوائد وكنحاول نفكركم في هذا الفواكه لانه مهمه في هذه الايامات اللي كنشوفوا الجو، الناس مراض، الناس عندهم غريب، يعني والامراض في هذه الوقت كتكون كثيره والعدوى كتكون تاهية كثيره. لهذا كنضطر انني نوصل لكم يعني الطرق اللي كننساوها بزاف وطرق وحلول يعني نتفاداو هذه المشاكل كلها بحاجات بسيطه وحاجات عطاها من الله سبحانه وتعالى في اي وقيته ديالها كتكون لها منافع. هذا الشيء اللي كاين، ندخلوا لهذا العصير نشوفوا شنو فيه. نبداو فيه حبه تفاحه، وانتم عارفين التفاح شحال فيه ديال الفوائد، بزاف غني عن التعريف، يكفي انه مزيان للثه والاسنان ومزيان لعضلة القلب، يعني بزاف الفوائد فيه، يعني هو غني عن التعريف. في هاد الوقيته هادي يعالج المفاصل، كيعالج حتى باش كنعطسو بزاف، يعني كيكون العطس هو كيسكن هذاك الكثرة العطس من كتاخذ ديال الغريب او البرد. وبالنسبه اللي كيرد او القي عزكم الله، يعني اللي يعني كيحبس هذاك القي يعني كيوقفو، بالنسبه انه عاوتاني كينقي الدم من السموم. غير انه اصلا الفيتامينات اللي فيه معروفه، هو الفيتامين ا والبي والسي، يعني معروف، يعني فيتامين الف وبي والسي. وغير هذا الشيء انه يعني فيه بزاف الاحماض، غير الواحد ما يكثرش منه لانه فيه البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم، ما يكثرش منه وحده في النهار مزيانه، او يديرها مع العصير مزيانه، يعني ومزيان حتى يعني كيفيد حتى الحوامي. في هاد الوقيته كيكون الحوامي معرضين بزاف للبرد، كيضربهم البرد، كياخذوا قريب، يعني هما مزيان ليهم انهم ياخذوا مره واحده في النهار تفاحه. يعني انا جبت لكم غير المعلومات اللي هما مفيدين والفوائد ديالهم، انا اصلا كيقول لكم هو غني عن التعريف. وبالنسبه للكيوي التهوية، يعني هو من الحمضيات بحال بحال الليمون والبرتقال، غير انه هو فيه فيتامين سي اكثر من الليمون، يعني ضعف ديال الليمون والبرتقال، وفيه مضاد الاكسده اللي كتحفظ وكتقضي على الالتهاب والسرطان، وكيساعد على تعزيز المناعه في الجسم ضد الجراثيم اللي كتكون موجوده في هذه الوقيته. ويعني بزاف الحوايج يعني معروفين هاد طالما هما في هاد الوقيته موجودين، الا لهم منافع لهاد الوقيته، يعني الوقت ما بين الخريف والشتاء كيكونوا موجودين بكثره، نتناولوهم علاش لا. وطالما هاد الجوج يعني هاد الاثنين يعني فيهم نفس الـ يعني كيفاش كنقول لهم، نفس يعني الحاجات اللي كتساعدنا في هاد الوقيته، كيجي واحد العصير لذيذ جدا وكنستافد منه، كيستافد منه الجسم. جربوه وما غاديش تندموا. اللي عنده البرد واللي عنده الانف ديالو كيسيل من الماء، تاكدوا ملي كتاخذوه او كتشربوه هذا العصير او كتاخذوا هذه الفاكهه، يعني راه كتحسوا بواحد الفرق، وكفانا من بزاف ديال الدوايات اللي كندخلوا للجسم ديالنا، بزاف المضادات الحيويه اللي كندخلوا للجسم ديالنا، وحنا عندنا اشياء طبيعيه من عند الله سبحانه وتعالى كتفي هذه المشاكل. سمحوا لي كثرت عليكم الهضره، ولكن كان ضروري اني نقول لكم الفوائد ديالو. ندوزوا للعصير دابا اللي هو بسيط جدا، كيتكون منه تفاحه وثلاثه ديال حبات الكيوي. نتوما بغيتو تضاعفوا المقادير ماشي مشكل، بتبقى العصير عادي، ملوش مقادير، ملوش حاجه
يعني بالكثره، غير التفاح ما تكثروش منه. انا غادي نضيف ليه جوج ديال حبات الموز عندي من الفريزر هما باردين، وغادي نزيد لهم واحد شويه الماء تقريبا نص كاس ديال الماء، واللبن او الحليب. اللي عنده العسل بغي يبيعه حلي به، حلي انا ما عنديش العسل ما بقاش عندي. غادي نحلي بالسكر، وغادي ننسم بشويه ديال الفاني. الفاني كيتواتى مع التفاح وكيتواتى مع البنان، واكيد غيتواتى مع الكيوي. غادي نقشر هذا الكيوي، نقشر التفاح ونرجع لكم باش نضربهم في الخلاط. انا قشرتهم وحطيتهم. انا بالنسبه للتفاح كان نحكو او كان نبشرو بحال هكايا باش كيدير لي واحد الرغوه في الاخر، كيجي زوين. كان نبشرو بحال هكايا كيدير واحد الرغوه في الاخر زوينه. دونك حطيتهم في هذا في الخلاط. غادي نزيد الماء وغادي نزيد لبن، يعني تقريبا قد يعني درت تقريبا نص كاس ديال الحليب مع نص كاس ديال قد الحليب قد الماء. وغادي نحط هاد الموز، غادي نزيد بعض قطرات ديال الفاني. عندكم ساشي د فاني ديروا وحده، انا غادي عندي سائله غادي ندير ثلاث قطرات والسكر صافي. غادي نحط غادي نضيف السكر ضفت السكر صافي. دابا غادي نحط الخليط فوق يطحن هادشي مزيان، من بعد نرجع لكم تشوفوا الشكل النهائي ديال العصير. وهذا هو العصير، هكا كيجي كيجي زوين ولذيذ. واللي ما بغاش كيكليكم يدخل معاه الموز، اللي ما كيبغيوش الموز ممكن يديروا الافوكادو، اللي هو الافوكا لافوكا فهو كيتواتى معهم. العصير ديال العنب بلاص هذا، او غير الماء مثلج مع الليمون او البرتقال كيجي زوين. هذا عصير يعني صحي جدا كيف ما قلت لكم. نتمنى انه يعجبكم تجربوه، ويعجبكم ردوا لي في التعليق. هذا مكان هذا هو العصير ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم. كنقول لكم دائما شكرا الدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.